نتحدث اليوم عن الـ DNA sequencing أو ما يسمى بسلسلة تتابعات الـ DNA. سلسلة تتابعات الـ DNA هي عبارة عن معرفة القواعد المكونة لجزيء الـ DNA. وبالتالي هذه العملية تمكننا من معرفة ترتيب وعدد هذه القواعد. ولكن بالطبع قبل أن تتم هذه العملية يجب أن نحصل على قطع من الـ DNA ذات حجم صغير، وبالتالي بيتم تجزئة قطع الـ DNA الكبيرة إلى عدد من القطع الأصغر، والتي يمكن أن توضع داخل البلازميدات البكتيرية. هذه البلازميدات البكتيرية بعد ذلك بيتم وضعها داخل البكتيريا حتى يتم بعد ذلك تكاثرها وتضاعفها وتضاعف عدد كبير جدا من النسخ من هذه البلازميدات والتي تحمل الجزيئات التي المراد معرفة تتابعاتها، حيث أن هذه البكتيريا يتم تضاعفها وبداخلها هذه البلازميدات البكتيرية المحورة. بعد نمو البكتيريا وتضاعفها يتم بعد كده عزل هذه البلازميدات مرة أخرى من البكتيريا، ثم هذه البلازميدات التي تم عزلها يتم وضعها على بليت أو طبق. هذا الطبق تتم فيه عملية السيكونسينج أو معرفة تتابعات هذه البلازميدات. في هذا الطبق بمنتهى البساطة سيتم عملية معرفة التتابعات، حيث بيحتوي كل ويل أو كل حفرة في هذا الطبق على أو كل موضع من هذه الثقوب التي نراها في الطبق بتحتوي على ميكتشر أو على خليط من رقم واحد free DNA base أو اللي هي مجموعة من القواعد الحرة من الـ DNA واللي هي المعروفة والتي هي A والـ C والـ G والـ T للأدينين والسيتوزين والجوانين والثامين، وايضا بيحتوي ايضا على دي ان اي بوليمريز انزيم او انزيم الدي ان اي بوليمريز والبرايمر او البوادئ التي سوف تساعد في عمليه السلسله، وايضا بيحتوي ايضا على ما يسمى بالموديفايد بيزس او القواعد المحوره، وهم الحقيقه هم نفس الاربع قواعد السابقه ولكن محوره بان فيهم فلورسنت تاكس او اشياء فلورسنتيه لونيه، بحيث انها صبغات فلورسنتيه لونيه تتيح لنا ان احنا نتعرف على هذه القاعده، ودي بيسموها التيرمينيشن بيزس أو يطلق عليها termination basis لأنها أو قواعد الإنهاء، لأنها هي اللي هتنهي بناء زي ما هنشوف الخيط الـ DNA في التفاعل القادم زي ما هنشوف، وبالتالي نقدر إن إحنا نتعرف بسهولة على أي قاعدة عملت على إنهاء التفاعل. وكما ذكرنا من قبل الطريقة دي طبعا معتمدة على طريقة سانجر اللي إحنا بنسميها chain termination reaction أو تفاعل إنهاء السلسلة. بتبدأ عملية السيكونسينج في هذا التفاعل بمنتهى البساطة عن طريق رقم واحد إن يتم التسخين عند 96 درجة مئوية، وده بيعمل على فصل خيطي الدي إن إيه إلى خيطين، ثم بعد ذلك يتم طبعا تخفض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية حتى يمكن للبرايمر أو البادئ انه يلتصق في على الديني. البرايمر هو البادئ اللي احنا تم تصميمه لاجراء عمليه السلسله، بيتم طبعا التصاقه مع الخيط القالب بعد ان تم خفض درجه الحراره الى 50 درجه مئوي، ثم بعد ذلك يتم رفع درجه الحراره الى 60 درجه مئوي، ودوت هيسمح للانزيم الدي ان اي بوليمريز انه يقوم بعملية البناء. وبالطبع هذه العملية هتتم عن طريق اضافة مجموعة من الدي ان اي بوليمريز هيبدأ يشتغل انه يبني الخيط، وذلك عن طريق طبعا اضافة القواعد زي ما احنا شايفين قواعد البناء اللي هي
فري نيوكليوتايد بيس اللي هي الاربع قواعد اللي احنا قلنا عليهم الاي والسي والتي والجي، لغايه ما تيجي احد هذه القواعد من الترمينيتور بيزس او اللي احنا بنسميها قواعد الايقاف، قواعد الايقاف اللي هي اللي كانت موضوعه تيجي بالصدفه وتعمل ايقاف للتفاعل ده. وبالتالي اللي بيحصل انه بيوقف التفاعل هنا، بيحصل ترمينيشن ليه، وبيبدا ما بي الدي ان اي بوليمريز ما يقدرش يكمل بناء، وبالتالي يتوقف عن اضافه اي قواعد اخرى، وبالتالي يتوقف البناء بمجرد دخول احد الترمينيتور بيزس او قواعد الانهاء. ثم بعد ذلك طبعا هنرجع تاني، يتم تسخين لمرة أخرى عند 96 درجة مئوي حتى يتم الفصل زي ما هنشوف كالآتي. وطبعا ده بيحصل إمتى؟ بيحصل بعد أن توضع هذه القاعدة الجديدة اللي احنا قلنا سميناها الترمينيتور بيز أو قواعد الإنهاء. ساعتها سوف يتوقف ال ار دي ان اي بوليمريز عن البناء وينفصل أو ينفصل ويبتعد عن الدي ان اي مباشرة. في هذا الوقت سوف يتم رفع درجة الحرارة ل 96 درجة مئوي، بحيث ان هو يتم فصل الخيط اللي هو تم بناؤه عن الخيط القالب. ثم ترجع درجة الحرارة، تعيد الدورة مرة أخرى، ونرجع ترجع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية مرة أخرى لكي تعود الدي ان اي البرايمر مرة أخرى يلتصق بالدي ان اي القالب. ثم ترتفع درجة الحرارة 60 حتى يمسك الار الدي ان اي بوليمريز عشان خاطر يعيد مرة أخرى محاولة البناء مرة أخرى، ثم حتى يحدث دخول قاعدة الإيقاف. ثم بعد ذلك يتم الفصل مرة أخرى على 96 وهكذا، وتكرر هذه العملية مع اختلاف درجات حرارة ال 50 ثم 60 ثم 96 اللي هو الخاصة بالصق البرايمر، ثم بعد كده نمو السلسلة، ثم بعد كده توقف السلسلة. وتوقف السلسلة زي ما احنا بنشوف كلما يحدث إدخال للقواعد المحورة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الفلورسنتية. وبالتالي هذه العملية وتكرار هذه العملية سوف ينتج عنه مجموعة من الجزيئات المختلفة الأطوال، مجموعة من الجزيئات مختلفة الأطوال كلها بتنتهي ب واحدة من قواعد الإيقاف اللي اتكلمنا عليها الأربعة اللي هو الـ A والـ C والـ T والـ G اللي هي محورة وفيها لون فلورسنتي مميز. ولكن كل هذه القواعد زي ما شايفين أو كل هذه الجزيئات ستكون مختلفة الأطوال، وبالتالي بتمثل أجزاء مختلفة من التتابع المراد سلسلته. ولكي نعرف طبعا كل هذه القواعد وترتيب القواعد ديت عامل إزاي، بيتم فصل القواعد هذه الجزيئات أو هذه الفراجمنت اللي خرجت دي، طبعا هي مختلفة الأطوال، فيتم طبعا فصلها عن طريق الكابيلاري تيوب أو الأنبوبة الدقيقة دي. طبعا ولا تحتوي على الجل اللي هيتم بيه فصل هذه القطع عن طريق التفريد الكهربي. طبعا زي ما شايفين ادي كل ويل هتخش فيه الكابيلاري تيوب أو هذه الأنبوبة الدقيقة في كل ويل، وفي كل حفرة من حفر اللي موجودة على البليت أو على الطبق. وهتبدأ هذه الجزيئات تمر من خلال الكابيلاري تيوب أو هذه الأنبوبة الدقيقة. وطبعا سيتم ترتيب هذه القطع عن طريق أحجامها التي تمر من خلال الكابيلاري تيوب. فهنبص هنلاقي إن القطع الصغيرة في الحجم اللي بتحتوي على هذا الجل، قطع صغيرة حاجة تمر من هذا الجل أسرع من القطع الكبيرة في الحجم، وبالتالي القطع الصغيرة في الحجم هتمر أسرع، وهتكون ده بيخلي هذه القطع يحدث فيها ترتيب بينها وبين بعضها، بحيث إن القطع دايما الصغيرة هي اللي هتمر الأول، والقطع الأكبر هتبقى متأخرة بعد ذلك.
في نهاية الكابيلر في شعاع ليزر. هذا الشعاع في الحقيقة بيتعرف على التيرمينيشن بيز اللي هي قاعدة الإيقاف اللي احنا اتكلمنا عليها. التيرمينيشن بيز أول ما بتمر من شعاع الليزر بتظهر بيحصل لها إضاءة، فبنبص نلاقي إن اللون بيبدأ يظهر، بيحصل له ديتكشن عن طريق كاميرا معينة. هذه الكاميرا بتبدأ تعمل تسجيل للون، فبنشوف إن لو ظهر اللون الأخضر معنى كده إن هذه القطعة بتنتهي الترمينيتور بيز بيها أو قاعدة الإنهاء فيها هي ذات مثلا إيه، دي مثلا فلورسنت بتاعها جرين اللي هو اللون الأخضر، معناه إن دوت ملتصق بالقاعدة إيه. هنلاقي السي ملتصقة أو بالقاعدة سي اللي هو سيتوزين. ثم بعد كده اللون الأزرق مثلا اللون الأزرق بسي السيتوزين، بعد كده اليورو الأصفر بيدي الجوانين، ثم مثلا التي بتدي الثيامين مثلا. فكل قاعدة الأدينين أو السيتوزين أو الجوانين أو الثيامين كل واحدة فيهم بتاخد لون مختلف عن التاني، كل لون فيهم بيمثل قاعدة من هذه القواعد. هذه الألوان بتسجل على هذه الكاميرا الدقيقة وبالتالي بنفس الترتيب اللي بتمر بيه القطع. فاحنا فبالنهاية بنجد ان طبعا القطع الاصغر حجما بتمر الاول، ثم بعد ذلك القطع الاكبر بتسجل بعد ذلك. بعد ان جهاز السيكوانسنج او جهاز رصد التتابعات دي بيرصد هذه الالوان، كل هذه الالوان بترصد على الكاميرا الخاصة بالجهاز، ثم بعد ذلك بيتم ترجمة هذه الالوان الى القواعد المقابلة. فبعد ما بنحول بعد كده هذه الالوان الى القواعد المقابله زي ما احنا شايفين، لا اخضر فعل اي، ثم الازرق ال سي، ثم الاصفر ال جي، وهكذا. فتحولت الالوان بمجرد تحويل هذه الالوان الى القواعد المناظره. احنا كده في الحقيقه بنتوصل الى التتابعات الخاصه بالفراجمنت الاولانيه خالص اللي احنا كان الغرض من هذا التفاعل هو معرفة تتابعاتها، وبذلك مكننا هذا التفاعل من معرفة تتابعات جزيء الـ DNA أمراض سلسلته بطريقة سانجر، ولكن بطريقة أكثر تطورا وأكثر تفاعلا وسرعة وبشكل كبير جدا. وتعرفنا على التتابع المقصود أو الموجود في جزيء الـ DNA. نتمنى أن تكون قد حازت هذه الحلقة على إعجابكم بإذن الله تعالى، ونسألكم الدعاء، ونتمنى أن تتابعونا وتتابعوا القناة من أجل المزيد من المفاهيم العلمية والتقنيات العلمية الحديثة في الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.